بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى ليوم الدين. أعزائي طلبة سنة ثالثة ثانوي، عايزين نعرف الامتحان بتاعنا ممكن يجي لنا فيه إيه، ولو جالنا فيه مثلا أي ملحوظة نتعامل معاها إزاي. ناخد شوية أفكار ممكن تجي لنا في الامتحان نكتب ورايا على طول في الكراسة ان شاء الله. هنكتب كل حاجه موجوده ممكن تيجي لنا في امتحان، وزي ما ربنا ييسر الحال ويرسل لكم الحال دايما في الامتحان اللي جاي، وتقفلوا كلكم يا رب. ده شغلنا طول السنه كان على اساسه ان احنا بنشتغله، على اساس ان ربنا يكرمكم جميعا بمجموع كبير. لو جالي مثلا في الامتحان شويه ملاحظات، هناخد كل منهج الفرنساوي نكتبه ورا بعض. قال لك انت عندك حاجة اسمها أدوات المعرفة. نبدأ من أول الأدوات اللي هي لو ولا وإلا أبوصرف وليه. كل واحدة لها استخدام، كلهم معناهم ال. اللو بتيجي قدام المفرد المذكر الساكن، اللا قدام المفرد المؤنث الساكن، اما الا ابوستروف بتيجي قدام المفرد سواء كان مذكر او مؤنث بس مبدوء بحرف متحرك. اللي بتاعت جمع، الحروف المتحركه عندنا الا الاو والاي والاو والاو، ومعاهم حرف الجريك، ويضاف اليهم الاش في كل الحاجات ما عدا الهوكي والهاندبول وهولندا. يبقى لحد الآن أنا عرفت دلوقتي إيه الحرف الساكن. هشد خط وأقول لك مثلا، لو أقول لك جي جيم أنا أحب لا فيرم المزرعة، لو قال لك مكان المزرعة دي حط كلمة أنيمو، لو حط كلمة مثلا سبو، لو جاب لي رياضة من ضمن الرياضات وليكن اسمها هوكي او اي حاجه، قالك خلي بالك ان كلمه فير مزرعه مؤنث اخد لها، احب المزرعه، انيمو الحيوانات جمع اخد ليه، سبور رياضه مذكر اخد لو، هوكي مبدوء بحرف الاش، احنا قلنا حرف الاش هنا مبدوء حرف ساكن مش متحرك، مع مين قالك مع الهوكي والهاندبال. ادي كمان، ودي كلمة هولندا بتاعته. دول ثلاث كلمات. خلي بالك ان حرف الاش هنا حرف ساكن، يبقى اخد هنا لو، وقدام كرة اليد برضو اخد لو، اما قدام هولندا فاخد لا عشان هي دولة مؤنث. يبقى ادوات المعرفة لو لا والا بصرف وليه خدناهم. تعال نشوفوا كده. قالك عندي حاجة بعد كده اسمها ادوات النقرة. انا هتكلم كل كلام عربي عشان خاطر تفهم النهارده، لان اخر فرصه ليك. ادوات النقره ا وان ودي، مفيش مجال بقى هنا. دي بتاعت مذكر، ودي بتاعت مؤنث، ودي بتاعت جمع. مفيش مجال للمبدوء بحرف متحرك. اقول لك الفو يلزمك نقط، بالو بو جويه لكي تلعب. لما يقول لك البور هو يلبس شميز اون كوتون، يبقى ما يقول لي يلزمك كوره لكي تلعب، هقول له اه عشان الكوره مذكر. يبقى كل اعتمادي في الادوات بتاعت النكره والمعرفه على معرفتي اذا كنت هاخد مذكر او مؤنث من كلمات الدروس. البو هو يلبس شميز، القميص مؤنث، اخد ان. الدي، الدي بتيجي قدام الجمع. لما اقول لك العشيت هو اشترى دي في وي فواكه، ركز بس معايا كده. قال لك الدي ده هي تحول الى دو ان جا وراها صفه جمع زائد اسم جمع. اما اقول لك البو هي تلبس بالروب
هي بتلبس فساتين جميلة، غير لما أقول لك الباء هي تلبس روب فساتين بس. هنا صفة جمع الأول وراها اسم جمع، آخد دي أو. دي أول ملحوظاتنا، إن الدي أو بيجي وراها صفة جمع زائد اسم جمع. كلمة غوب فساتين جمع، آخد دي. نكمل، خدناها جمع ودي خدناها مفرد عشان الصفة الأول. نكمل في الصفحة التانية، صفحة 2. أنا عندي آن وإن ودي، مالهم دول؟ يتحولون إلى دي أو أو دي أبوستروف عند النفي، ما عدا فعل أتر، لا يتغيرون. واحدة واحدة، كل حاجة هنقولها هنقول عليها مثال بحيث أنت تفهم كل حاجة. لما أقول لك البو هو يلبس دي، أو مثلا دي شميز أقمصة أو قمصان، تعني فيها النيباط هو لا يلبس، حطيت الفعل بين الني والباء، انا حطيته في النفي. الدي تحول الى دي او، وشميز زي ما هي جمع، ما اتغيرتش، ما بيلبس اقمصه. طب فعل اتر ازاي بقى؟ بص معايا في المثال اللي جاي كده. اما اقول لك ال سون هم يكونوا دي زمي اصدقاء، تعني فيها ال ني سون با دي زمي أصدقاء، ما اتغيرتش عشان مع فعل أتر. نكمل مع بعض. عندك أدوات التجزئة، عشان تاخد جزء من حاجة ما ينفعش تاخد الحاجة كلها، لازم تاخد جزء منها. يبقى ما واحد أقول لك هو يشرب اللبن، يا ترى هو هيشرب اللبن اللي في الدنيا بحاله ولا هيشرب جزء منه؟ أكيد جزء منه. أدوات التجزئة قال لك فيها دو انتهت المفرد المذكر، دولا بتاعت المفرد المؤنث، ديولا بصرب بتاعت المفرد سواء كان مذكر أو مؤنث بس متحرك، الدي بتاعت الجمع. دول كلهم بيتحولوا، يتحولون إلى دي أو أو دي أبوستروف عند النفي، ما عدا برضه فعل أتر. هات لي مثال. لما أقول لك البوا هو يشرب نقط كافيه قهوة، عايز أحط أداة تجزئة. الكافيه مذكر، ده حجنا في الاختيارات. لما أقول لك إيه المونج هو يأكل فيوند لحمة، يبقى هو يشرب كافيه قهوة هاخد دو، هو يأكل لحمة هاخد دولا. طب ما تيجي ننفي الجملتين. قال لك ال ني بوا بوا آخرها تي با دو تحول إلى دي أو. تعال نشوف اللي جاي. ال ني مونج با الدولا تحول إلى دي أو، واكتب هنا كلمة كافيه واكتب هنا كلمة فيوند عشان حطيناها في النفي. ملحوظة في صفحة 3، تشوف هنعمل فيها إيه. ساعات ساعات في صفحة 3 كده بيقابلني الدو والدولا والدو اللي بصرف والدي معناها من او عن او يخص، بتيجي مع الاماكن والاشخاص وفعل جويه يعزف، هنا معناها يعزف مع الالات الموسيقيه. من هم دول؟ لا يتغيرون في النفي. بالراحة واحدة واحدة. لما حد يقول لك جو فيان أنا جاي دو كلوب من النادي، جو فيان أنا جاي دو كافيه من القهوة، جو بوا أنا أشرب دو كافيه، جي جو أنا أعزف دو لا جيتار. تعال نحط دول كلك في النفي كده. واحد قال جاي من النادي، جاي اهو انا اتي من النادي، بقول له انا لا اتي من النادي، يبقى جو ني فيان
با النادي مكان معناها من او عن اخده، ما تغيرش يا مسيو. لا انا جاي من النادي، انا لم اتي من النادي، من ما تغيرتش، انا جاي من القهوة. نفس القصة، يبقى جونيفيان با دو كافيه، ما تغيرتش. طب انا شربت قهوة، ما عادش مكان بقى، يبقى دي تجزئة. اما ده كان حرف جر، يبقى جوني بوابا دو تتغير اهو، وكافيه زي ما هي، يبقى ما اتغيرتش مع المكان، واتغيرت مع الاكل والشرب. يعزف على الجيتار آلة موسيقية، جو جو اهو، جوني جو با دولا، ما اتغيرتش عشان آلة موسيقية مع فيرب جوي. يبقى نرجع للملحوظة تاني، ان الدو والدولا والديلا بصرف والدي لا تتغير اذا جاء وراها اماكن او اشخاص او فعل جوي، لا يتغيرون، وبرضه لو كان معناها من او عن او يخص. دخلنا على حاجة تانية اسمها صفات الإشارة. سو ست ست سي، طول السنة واحنا شغالين على اليوتيوب وفي حل بعض الجمل بيجي لنا أسئلة كتير، ليه يا مسيو ما خدناش ست مكان ست؟ أقول لهم عشان مفرد مذكر. طب ليه خدنا ست؟ أقول لهم عشان مفرد مؤنث. يبقى سو الأولانية معناها هذا، وسو التانية معناها هذا، أما ست هذه وسي هؤلاء. دي جبتيه قدام المفرد المذكر الساكن، المفرد المذكر المتحرك، بتيجي قدام المفرد المؤنث الساكن والمتحرك، وسي بتيجي قدام الجمع. لما اقول لك جيم، انا احب نقط ايكول جيم، انا هاخد نفس المثال اوبيتال. جيب غند، انا هاخد نفس مثال تاني وحطيت كلمة افيون. اما اقول لك جي فوا، انا رأيت نقط في، وعايز نختار يا اما سو يا ست يا ست يا سي. المدرسة مؤنث صحيح ومبدوء بحرف متحرك صحيح، اروح لدي؟ قال لك لا، ده دي بتاعت المذكر المبدوء بحرف متحرك، المؤنث ملوش غير كلمة واحدة، سواء ساكن سواء متحرك، باخد كلمة ست التانية بتاعت المؤنث. انا احب المستشفى، المستشفى والطائرة الاتنين مذكرين، يبقى انا عندي من ضمن الملحوظات اللي هكتبها هكتب الكلمتين دول، المستشفى وطيارة مذكرين. طب مستشفى مبدأ بحرف متحرك، اخد سي او تي عشان مذكر متحرك. يا مسيو انت لسه مدينا حرف القش، بيكون ساكن مع الهوكي والهاندبول وهولندا، متحرك مع كل، افيون الطائرة مذكر اخد سي او تي، البنت مؤنث اخد ست. يا مسيو ده ساكن وده متحرك، احنا قلنا ست بتاعت الساكن والمتحرك. نخش على صفحة 4 هنكتب فيها ايه. صفحة 4 عندنا حاجة اسمها صفات الملكية. هو ايه الملكية؟ قال لك انت عندك جو تو ال وال، ايه كمان؟ نو ها فو، ال افيك اس وال افيك اس. ايه حكاية دول؟ قال لك دي معناها انا، انت، هو، هي، نحن، انتم، هم، هن. طب ايه يا مسيو انت عايز منهم ايه؟ انا عايز اقول مثلا انا زرت ابي، زرت امي، زرت اخواتي، انت زرت ابوك. الله، يبقى انا عايز اتكلم عن المفرد المذكر، المفرد المؤنث الجمع. الجو معاها من، ده حرف الياء، يبقى الصف كله معناه حرف الياء، ابي، اخي، اخواتي، وهكذا. من مامي، يلا ها طن، يبقى حرف الكاف، يبقى الصف كله حرف الكاف. طن طاتي، صن، يبقى حرف الهاء. صن صاصي،
يبقى حرف الهاء أبوه أخوه زميله إلى ما لا نهاية. النطق النون معاها نطق نون ألف، نطق بير أبونا أمنا أخونا أخواتنا، نطر نطق نو. يلا خش على الفطر، قال لك الفطر اللي هي كاف ميم أبوكم أبوهم أبوه هكذا، فطر فطر فو. لير 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 آخرها س هه ميم. وفي ملحوظة عندي إن الصف الأولاني ده كلته بيجوا قدام المفرد المذكر، وإيه كمان؟ وبيجوا قدام الصف كله المفرد المؤنث المبدوء بحرف متحرك، بيجوا قدام المفرد المؤنث المبدوء بحرف متحرك. طب تعال نشوف مثال. أما أقول لك جيو فيزيت أنا زرت أمي صديق، جو فيزيت أنا زرت أمي صديقة. إل فون أ أمي أصدقاء. سي لو ليفر أو سي تون ليفر ألوي. سي وحط نقط وحطت كلمة ليفر. أما أقول لك لو ستيلو القلم يكون إلى منى، سي إنه نقط ستيلو. تعال نحل شوية الجمل دول على صفات الملكية ونشوف هنعمل فيهم إيه. نرجع للجملة الأولانية تانية، واحد يقول لك أنا زرت صديقي، صديقي مذكر، أرجع للصف فوق خالص المذكر معاه مون ما مي، يبقى أنا زرت صديقي جي فيزيت مون مي آخد مو. طب أنا زرت صديقتي أحط ما، قال لي يا عم أنت بتعمل إيه؟ ارجع، أنت قلت ما بتيجي قدام المفرد المؤنث الساكن، وضحها لي أكتر. أمال إيه؟ قال لك المفرد المؤنث المبدوء بحرف متحرك يعامل معاملة المفرد المذكر في صفات الملكية، يبقى لو حطيت ما غلط، يبقى لازم أحط برضه من، يبقى تعامل معاملة المفرد المذكر في صفات الملكية. الفون هم يذهبون إلى، ال معاها ثلاث صفات ملكية فكرني بيهم، معاها صون صاسي. الكلمة اللي بعد النقط هي اللي بتتحكم، الأصدقاء جمع يبقى أخد سي. سي تون ليفر إنه كتابك، قال له نعم هو إنه كتابي آخد من. طب لو قال لي لأ، ممكن أقول له سي إنه صون ليفر كتابه، أي حاجة غير من بقى. يبقى إنه كتابك، قال له نعم إنه كتابي، إنه كتابك، قال له لا إنه كتابه. لو ستيلو القلم يكون إلى منى، قال له إنه قلمها. طب منى معاها إيه؟ قال لك بتساوي الضمير إل معاها صن صاسي، القلم مذكر آخد صن، أوعى تنخدع. في هنا ملحوظة نكتبها مع بعض، معرفة زائد اسم زائد دو مشتقاتها زائد اسم. أما أقول لك لو ليفر، أدي المعرفة وأدي الاسم بتاع سامي، القلم بتاع سامي حطينا دو. أما أقول لك لو ليفر الكتاب أو الكتاب بتاع المدرس، هقول لك دو بروفيسور. إذا ظهر الألف واللام دو سامي بتاع سامي بس، هنا بتاع المدرس. لو ظهر لك الالف واللام في الكلام يبقى انا هاخد دو، ها دو لا دو لا بصرف ودي، معرفه زائد اسم زائد دو زائد اسم. نكمل مع بعض صفحه 5 نشوف عايزه فيها ايه. صفحه 5 جايب لي شويه ملاحظات كده نكتبهم مع بعض نشوف هنعمل فيهم ايه. شويه ملاحظات على الالوان والمواد الخام. قال لك ان حرف الجر قلنا ده ياتي قبل المواد الخام. المواد الخام اللي عندنا زي كلمة كوتون، كلمة توال، كلمة أرجون، كلمة سواع، كلمة زي كلمة فالور، كلمة زي كلمة كو،
كلمة زي كلمة لن، كلمة زي كلمة او، كلمة زي كلمة فاغ. كوتون اللي هو القطن، كتان، فضة أو نقود، حرير، قطيفة، كور جلد، لن صوف، أور ذهب، فر حديد. يبقى ما يقول لك 6 روب هذا الفستان يكون، وجاب لك مادة خام وحاطط كلمة كوتون، أخد أون. ساعات بيتن جايب 6 روب هذا الفستان يكون نقط كوتون، ويجيب لك دو، ويجيب لك ويجيب لك مثلا دو. اذا ما لقيتش فيه الماده الخام محطوطه قبلها اون، خد دو. يبقى الدو ده توضع مكان اون في حاله عدم وجودها في الماده الخام. طب لو الاثنين جولي، جولي اون ودو، اخد اون طبعا، دي الاساسيه. ايه كمان؟ قال لك اذا جاء لك لونين، اذا جاء لونين يكونون دائما مفرد مذكر. بمعنى اما اقول لك 6 غوب هذا الفستان، خلينا في نفس المثال، ايه نوار اسود، او جابه لك مثلا بلونش ابيض، او جابه لك مثلا فير اخضر، لازم يؤنث. شوف الالوان كده اتأنست كلها مع كلمه روب. امال لو جابه لي كده 6 غوب هذا الفستان يكون فير بلون، اخضر في ابيض. اذا جاء لونين جنب بعض، حتى لو ده جمع او مفرد او مؤنث او مذكر او اي حاجه، لازم يكونوا الاثنين مفرد مذكر. عندنا شويه حاجات زي مثلا كلمه فونسي، كلير، سيال، مارين. الأربع ألوان دول أو الأربع صفات دول، فونسي يعني غامق، كلير فاتح، سيال سماوي، مارين كحلي، بيجي قبلهم لون مفرد مذكر دائما. إزاي؟ لو قالك سي بنطلون، سون تكون، وحط لك كلمة اختيارات، خدت كلمة فيرت جمع مذكر. طب لو قال لك سي بنطلون، هذه البناطيل، سون تكون فير، ها كلير اخضر فاتح، حطيتها مفرد مذكر دون النظر عن ما قبلها. حتة كمان، اون لما يجي مع الالوان ياتي بعده لون مفرد مذكر دائما برضو دون النظر عن ما قبلها. لو قلت لك نفس المثال، سي بنطلون، هؤلاء البناطيل او هذه البناطيل تكون اون بلون، تكون بيضاء، حطيت بيضاء شكلها ايه؟ مفرد مذكر فقط عشان جت بعد حرف الجر اون. تعال نكمل صفحة 6 نشوف عايزين فيها. صفحة 6 بيقول لي هيجي لك سي بيجي معاها صفة مفرد مذكر دائما. أما أقول لك سيت في، هذه البنت تكون جرون طويلة، أنستها. لو أنا جبت لك في مثال تاني وقلت لك سيت في، هذه البنت سي انها، لازم احط جرون صفه مفرد مذكر دائما. طب لو كانت جمع برضه هتبقى صفه مفرد مذكر دائما، لان اللي بتحكم في الجمله سي. خلصنا من المعلومه دي، تعال نشوف الورق. انت عندك حرف الجر بيجي قدام بعض الحاجات، بيجي قدام لي موتيف. ايه دي؟ النقشات بتاعت اللبس.
النقشات بتاعت اللبس. يعني نقشات يعني مثلا النقشة بتاعت اللبس عندك رايير، كارو، بوا، مونشي، عندك كابوش، عندك طالون، عندك لاكت. ايه دول؟ راير فيه نقشات او فيه شكل خاص باللبس وخاص بالاحذية. راير مخطط، كارو كروهات، بوا منقط، مونش بكم، كابوش بزنط، طالون بكعب، لاكت بربط. خلي بالك هيجيبها لي في الامتحان، يقول لك سي فيتمو، هذه الملابس سون تكون وحاطط كلمة راير، او انا هحط كلمة غير تكون مخططة. هتجيلك الا ده اختيارات، يا اما يا اما او، يا اما او، يا اما ان. ادي الامثله اللي ممكن تجينا في الامتحان. ابص على كلمه راير مخطط ما انخدعش في الاس، اعرف ان راير من ضمن النقشات اللي بتاخد حرف الجر. ايه كمان؟ قال لك انت عندك منقط وكروهات وبكعب وبرباط، اربع كلمات فيهم. ادي منقط، كارو، طالون، لاكت. الأربعة دول اللي هم منقط وكاروهات وبكعب وبرباط بيجي مع الأربعة ده هم بيجي بعدهم جمع مذكر عشان ما تنخدعش فيه. لما أقول لك سي هجيب اسم مؤنث، سي روب، هذه الفساتين دي جمع مؤنث، صون تكون أكارو كاروهاتها، وعايز اختيارات. وجاب لك كلمة فيرت، وفيرت آخرها أو أس، وفيرت آخرها أس، وفيرت آخرها أو. ده اللي بيجي لنا في الامتحان. يبقى أكون عارف إن كلمة كارو كاروهات من ضمن أربع حاجات، منقط وكاروهات وكعب وبرباط، بيجي معاهم جمع مذكر. طب الباقي كله جمع مؤنث. يبقى إحنا خدنا، طيب قال اللونين جنب بعض، قال السي اي، قال اون، وهكذا، قال كلمه كلير، وهكذا. قال لك انت عندك من ضمن الحاجات اللي ممكن تجي لك في الامتحان ان انت بيجي لك فيرب بص وفيرب الي. بص يعني يمر، والي يعني يذهب. ان حبيت احط مكان غير ما احط عاقل، مع المكان باخد بار او الا أو أو، وهكذا. مع العاقل ما باخدش غير شيء. في كلا الحالات ملحوظة صغيرة، إن كلمة با وكلمة شي لازم يجي بعدهم أداة أو اسم شخص. هات أمثلة، ناخد الأمثلة في صفحة 7 على طول. أما أقول لك جو باص أن أمر لاجا المحطة، حاطط لك او، وحاطط اون، وحاطط دون، وحاطط با. وجاب لك نفس المثال وقال لك جو باص انا امر، وحاطط نقط، وحاطط لا جار. ما جابش اداه النبادي، هاخدها من غير اداه، اخد الا، واخد با، واخد دون، واخد مثلا شي. تعال نشوف الفرق في المثالين. جو باص انا امر بالمحطة، اخد بار. عايز اتاكد ان جت صح، في اداة. انا امر المحطة، مفيش ال، انا امر المحطة، يبقى امر لا تنفع في الحالة ده، لان بار لازم يجي وراها اداة. شي مع العاقل، اقول لك جو باص انا امر نقط لو ميديسان، وجاب لك نفس الجمل با وآ وشي ودون.
مع العاقل اخد ايه؟ اخد شيء. ايه كمان؟ قال لك بعض اهي وضوء بيجي معاهم اداه وبعد كده وسيله المواصلات. لما اقول لك جو فواياج انا اسافر، لو تغيم القطار، يبقى حاجه من اتنين، يا اما بار يا اما دون، يا اما بي يا اما في. طب امتى افرق بينهم كويس جدا؟ انا لما اقول لك نفس المثال ده اهو، عفوا، جي مونت انا اصعد لو تغيم القطار، وجاب لك وجاب لك اون، وجاب لك دون، جاب لك بار. واحد بيقول لك انا اصعد او اركب في القطار اخد دون، ما ينفعش هنا بار. قال لك من ضمن الحاجات اللي عندنا ان كلمه بار ممكن تيجي بدون اداه مع كلمه افيون وكلمه باتو. افيون يعني طائره وباتو يعني مركب. يبقى ما يجي لك جو فواياج انا اسافر وكتب لك افيون وجاب لك وجاب لك بار وجاب لك دون وجاب لك او مثلا، يبقى في الحاله دي ممكن اخد بار بدون اداه، لان انت كاتبها لي في الملحوظه، بار بتيجي مع افيون وباتو بدون ادوات. نكمل صفحه 8 نشوف عايزه فيها ايه. قال لك ان كل الوسائل المواصلات اللي بتركب فيها بتاخد ان، اللي بتركب عليها بتاخد اما اقول لك مثلا جو فواياج انا اسافر نقط افيون او باتو او تاكسي مثلا، ناخد مثال بسيط اللي هو التاكسي، التاكسي بتركب فيه باخد ان. لما اقول لك جو مارش او جو فواياج انا اسافر وحاطط لك ب كلمه ب يعني القدم اخد بالنسبه لكلمه بيبا، انا عندي الفرق بين كلمه قدم اما تبقى وسيله مواصلات، لما قدم بتبقى وسيله مواصلات بتاخد حرف الجر ده مين؟ ده كلمه بي. طب كلمه بي ده هي لما تبقى جزء من اجزاء الجسم بتاخد او. تعال نشوف امثله. احنا قلنا دلوقتي المثال انا اسافر على القدم اخد انا اسافر على القدم خدنا طب اما اقول لك جيوم قال انا عندي الم بالقدم حطيت لها او، لانها ما عادش وسيله ايه؟ مواصلات. يبقى كلمه قدم لما تبقى وسيله مواصلات اخد مش وسيله مواصلات جزء من اجزاء الجسم، انا عندي الم في القدم اخد او. ركز في الحاجات البسيطه دي بتعمل شغل معاك. الفرق بين كلمة فيغ وكلمة جويه في الألعاب الرياضية دو دولا دولا بصرف ودي، مع الألعاب الرياضية بتاخد اللي هي او الا الا بصرف او، دول مع الألعاب. في ميزة بس صغيرة ان كلمة جويه ده لا تتأثر بالنفي، أما كلمة فير فتحول دهمت إلى دي أو أو دي أبصرف إذا تم نفيهم في حالة النفي. هات أمثلة وتعال نفهم. أما أقول لك جو في أنا أمارس نقط تنس، أما أقول لك جو جو أنا ألعب نقط تنس، نفس المثال مع فعل فير مع فعل جويه، آخد مع فعل فير آخد أو ولا دو؟ قال لك خد دو. طب ما فعل في جويه اخد او. طب تعالى في الجملتين، هقول جو ني في با الدو اتغيرت بقت دي او واكمل كلمه تنس باتشات، اما في فعل جويه لا تتغير، يبقى جو ني جويه با او لا تتغير، يبقى فعل جويه لا يتاثر بالنفي. طب احيانا بيقابلني ان فيرب جويه ده بيجي معاه دو ودولا ودي او الا بصرف ودي مع الالات الموسيقيه،
برضه لا يتأثر بالنافية. أقول لك جو ني جويبا دولا جيتار، ما تأثرش الدولا زي ما هي في حالة النفي، لأن فعل جوي هو الذي نفي وفعل جوي لا يتأثر بالنفي. نكمل مع بعض صفحة 9. ساعات بيجيب لي فعل فير خارج النفي، يبقى لا يتأثر بالنفي. هات لي مثال. أما أقول لك جينيم أنا لا أحب با في أن أمارس دفت كرة القدم، أخذ دو ولا دو ولا دولا ها ولا دي اس أي حاجة. الناس بتبص إن عندك الفعل الأولاني منفي، فعل فير في نفي، هو فعل فير بره النفي، يبقى ولا كأن اتنفى، أخذ دو الأولانية. طب لو حطينا فعل فير في النفي، جينيفيبا أنا لا أمارس فوت كرة قدم، أخد لها دي أو لأن فعل فير في النفي. ركز بقى في الملحوظة اللي هقول لك عليها دي. هناك 6 أفعال إذا تم نفيهم كأن الفعل الذي يليهم هو الذي نفي. فهمني بالراحة من السؤال عشان الحتة دي صعبة عليا. أنت عندك فيرب أتر وفار، دول بتوع الماضي المركب. فيرب أليير بتاع المستقبل القريب. فيرب فينير دو بتاع الماضي الحديث. كلمتين كمان، واحدة اسمها فالوا وواحدة اسمها ديفوا. الاتنين دول معناهم يجب أن، ودول بتوع النصيحة. إذا تم نفيهم كأن الفعل الذي يليهم هو الذي نفي. هات لي مثال وفهمني بالراحة. أما أقول لك جو في دولا ناتاسيون، هاخد نفس المثال. جيم في دولا ناتاسيون، هاخد نفس المثال. انا احب ان امارس السباحة. جوفا انا سوف في امارس دولا ناتاسيون سباحة. ارفع لي وشك بقى وخليك معايا. الجملة الأولانية اللي حيقع عليه النفي فعل فير، يبقى دي تحول إلى دي أو، يبقى جو ني في با، أشيل الدولا وأحط مكانها دي أو وأكتب نتسيون، لأن كلمة فير هي اللي وقع عليها النفي. الجملة الثانية، جيم فير أنا أحب أن أمارس دولا نتسيون، حنفي فعل إيه؟ أهو جينيم أنا لا أحب با كده فعل فير خارج النفي، يبقى لا يتأثر بالنفي، يبقى دولا زي ما هي ما اتغيرتش وكمل نتسيون. طب انا هنفي الفعل اللي جاي، ادي فيرب الليل، الليل واحد من ضمن الافعال ده اهو. اذا تم نفيه كأن الفعل الذي يليه هو الذي نفي. الناس هتبص هتلاقيني بنفي فيرب الليل وفير بره النفي وحطت نقط وجاب لك كلمة ناتاسيون سباحة. آخد دولا ولا آخد ديو ولا آخد دو ولا آخد أي حاجة. يا مسيو ده فير بره نفي، قال لك الفعل اللي قبله فير بالير هو الذي نفي، كأن فعل فير هو الذي نفي. احنا كاتبينها في قاعدة في ملحوظة، آخد ديو بالرغم إن فير خارج النفي. احنا مع بعض صفحة 10. صفحة 10 هخش على حاجة اسمها ضمائر التوكيد. دي دايما بتيجي في الاختيارات، نشوفها مع بعض. التوكيد بتاع الجو التو والال والال والنو والفو والال افك اس والال افك اس. ايه دول؟ دول الضمائر اللي عندنا. لما تيجي تكلم واحد وتقول له انت اكلت، هقول لك انا، أنا ما أكلتش. إيه أنا وراها أنا دي؟ أنا الأولانية دي التوكيد وأنا التانية ده الفاعل.
التوكيد بتاع الجو قال لك موا، بتاع التو قال لك توا، بتاع ال قال لك لوي، بتاع ال قال لك ال. النو لها توكيدين، يا اما نو ويكون الفعل مصرف مع النو عند نهايته هو الناس، يا اما ان ويكون الفعل مصرف مع ال، لان ان دي بتساوي ضمير ال في التصريف. الفو لها توكيد واحد، فو ال بتاعت الجمع او، والال بتاعت جمع المؤنث او، ال زي ما هي. ده همت ما عدا ان طبعا موقعهم قبل الفاعل، يا اما بعد حروف الجر والعطف. مثال صغير، نقط هو انتري، وجاب لك موا توا لوي، ايه التوكيد بتاع ال؟ قال لك ال مع الوي، يبقى هو دخل. طب بعد حروف الجر والعطف تيجي ازاي؟ اما اقول لك سي إنه مون ليفغ، كتابي. سو ليفغ، هذا الكتاب، يكون وحاطط نقط، هنا حرف الجر يبقى عايز أقول إنه كتابي، هذا الكتاب يكون لي آخد مو. الحتة اللي بتجيلنا في الامتحان مثلا بيقول لك علي وسامي، أو علي وأنا. نقط جويو، نلعب. حاطط لك نو وحاطط ان وحاطط ال وحاطط لوي، اي حاجة. نفس المثال، علي وسامي، او علي وانا قصدي، نقط جوية اخرها او، حاطط لك نو، ونفس الامثلة، وحاطط لك ان وحاطط لك ال وحاطط لك لوي. ايه الفرق بين الجملتين؟ ان علي وانا اي حاجة فاهمها في الفرنسية بتساوي الضمير نو. طب النو معاها توكيدين، يا اما نو يا اما ان، هنا الفيرب نهايته هو الناس، يبقى اخد نو. علي وانا وحاطط جويه، الفعل نهايته او، يبقى حاجه من اتنين، يا نو يا ان. قال لك ان بس عشان ان بتساوي الضمير الا في التصريف. في ملحوظه صغيره، ان ان يصرف معها الفعل مع ال، لكن التبعية في الماضي المركب والصفة لابد وأن تكون جمع. أما أقول لك علي إيه موا وأنا، أقول نحن نكون، حاطط لك نقط، جرون مفرد، جرون جمع مذكر، جرون جمع مؤنث. علي وانا جمع مذكر، لازم قلنا تاخذ تبعيه حسب ما قبلها. علي وانا جمع مذكر، اخذ جرو التالت التانيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نحط شويه حاجات في صفحه 11. بيقول لك هيجي لي في الامتحان مثلا، يقول لك الرئيس زار فرنسا في 11 اكتوبر، يا ترى فصل ايه؟ قال لك ركز معايا في اللي جاي، فصول السنه. اولا كل فصول السنه مذكر، كل الفصول تاخذ ان كحرف جر ما عدا الربيع بياخذ او. اما اقول لك جي فواياج، انا سافرت التي في الصيف، اوتمن الخريف، او بغنتهم بالربيع. قال لك الصيف بياخد ان، الخريف بياخد ان، الربيع بياخد او. طب لو بدأ الجملة، اذا بدأ الجملة يعني مش عايز حرف جر، يبقى عايز معناها قال، احط له قال، يبقى كل الفصول بتاخد الا بصرف ما عدا الربيع بياخد ال او. هات لي مثال، نقط التي يكون شو، ينفع اقول في الصيف يكون حر ولا الصيف يكون حر؟ يبقى اقول الصيف يكون حر، اخد الا ابو. طب لو قلت نفس المثال، بنتم بالربيع يكون بو،
جميل، يبقى هقول الربيع اخد له. اما اقول لك جيم انا احب لا ايفير الشتاء، اصل انت بتقول لي في بدايه الجمله، طب افرض جالي في نص الجمله كده انا احب الشتاء، ما ينفعش احب في الشتاء، احب الشتاء اخد الابوستروف. دول مرتبطين فصول السنه اللي هو بدايته، ناخده بدايه الربيع بريمتوم، بعد الربيع بيجي التي الصيف، بعد الاتي بيجي اوتمن الخريف، بعد الاوتمن بيجي الايفير الشتاء. ايه دول؟ دول الشهور او الفصول اللي لهم بداية ونهاية. طب من 21، من 22، من 24، من 23. 1 2 4 3. صعبة دي؟ مش صعبة. بدأت بمين يا مسيو؟ بدأت بالربيع، وراها الصيف، وراها الخريف، وراها الشتاء. أنا هاخد سهمة. طيب من 21 3، يبقى ده 6، يبقى ده 9، يبقى ده 12. كل الفصل من دول 3 شهور. هات الرقم اللي بعد هنا 22، يبقى كان هنا 21 6. 22 6، ال 24 هيبقى 23 9. الرقم اللي قبله 23 هيبقى 22 12، ده الخريف. الرقم ده 21 هيبقى 20 3. اتعلمتها؟ يبقى من 21 3 ل 21 6 ده فصل الربيع. من 22 6 ل 23 9 ده فصل الصيف. من 24 9 ل 22 12 ده فصل الخريف. من 23 12 ل 20 3 ده فصل الشتاء. وكل فصل موجود فيه شوية حاجات بيجي معاهم. كلمة الفي الجو، وكلمة لوتوم الطقس أو الجو. ده هي بيجي وراها صفة جو على طول، زي كلمة بو، زي كلمة شو، زي كلمة فرواء، يعني الجو بارد، جميل، حار، بارد، إلى ما لا نهاية. لو جاب لك كلمة لو توم بالطقس يكون أخد وراها لازم أحط تصريف فيرب أتر، وبعد كده صفات الجو اللي هي بو شو إلى ما لا نهاية. طيب الطقس يكون جميل، الطقس يكون بارد، دي حالات الجو. هيجي لك كلمة الياء معناها يوجد، لازم تاخد يا إما دو يا دو لا يا دو لا بصرف يا دي أو أس. أما أقول لك مثلا الياء يوجد في رياح، يوجد بلي مطر، دي من حاجات الجو. هتني واخد هنا الرياح مذكر والمطر مؤنث، اخد دولا. يبقى الفرق بين كلمة الفي ولوتوم، الفي بيجي وراها الجو على طول، اما لوتوم بتيجي مع كلمة فيرب اتر. وفعل فير مع حالة الجو ما بيصرفش غير مع ال بتاعت المفرد ده بس. هنكمل في صفحة 12 نشوف الملحوظة ايه. بالنسبة لكلمة الفي والحاجات اللي كنا خدناها، لو جالك مثلا نقط في بو جو جميل، وحطيت لك اون، وحطيت لك ال، وحطيت وصا، وحاطط ال، اني واحده في دول تنفع؟ قال لك هي في بتيجي مع حاله الجو مع الضمير ال فقط، مش اللي بيساويه. تمام. ده يجرنا لحته معينه كده اسمها الفي، مثلا شو خدت فعل فير. طب لما اقول لك هي افوار وحطت كلمة شو، انا هاخد نفس المثال، يا ترى كلمة شو دي تؤنث؟ يبقى دي حرانة اللي خلي بالك. كلمة شو وكلمة فروا حران وبردان لا تجمع، لا تؤنث، تبقى مفرد مذكر دائما مع حالة الإنسان وحالة الجو. هات لي مثال يا باشا.
اما اقول لك لط الفي الفي شو جوهر، اما اقول لك لزميل اصدقاء جامعه او شو حرانين ما اتغيرتش، يبقى ما انجمعتش وما اتغيرتش مع حالة الإنسان وحالة الجو. طب لما أقول لك لا أقول ما مفرد مؤنث أهو، يكون شو تتغير ولا لأ؟ أه تؤنث، يبقى الماء ساخن أو الماء حار، أما حالة الإنسان وحالة الجو فكلمة شو لا تتغير، تبقى مفرد مذكر دائما حتى لو اللي قبلها جامع أو مؤنث أو مذكر أو مفرد. طيب ده يجرنا لاستخدامات، هي جت هنا مع أفوار ليه؟ ما أنت بتقول هو الأصدقاء يكونوا حرانين، قال لك لا ده أنت عندك فيرب أفوار بيجي معاه شوية حاجات، أفوار شو، أفوار فروار، افوار فيم، افوار سواف، هتجيلنا في الامتحان يا اخوان، افوار بو، افوار مال افوار دو مال افوار دو لا شانس، افوار مال شانس، افوار بزوان دو، avoir envoyé d'eau, avoir tort, avoir raison. اديني كتبت كل الحاجات اللي ممكن تيجي مع avoir. تعال نترجمهم بالراحه. avoir شو؟ ها؟ حران. avoir froid بردان. avoir faim جوعان. avoir soif عطشان. يعني لما اقول لك جيفو مانجي، انا اريد ان اكل، جيا انا اكون، وحطت نقط وجاب لك كلمة سواف وجاب لك كلمة فيم وجاب لك كلمة بوخ، لو مش عارف معنيهم مش هتعرف تختار. انا اريد ان اكل، انا جعان، اخد فيم اهو، بور يعني خايف، افواغ مال عنده الم فيه، وده مرتبطه بجزء من اجزاء الجسم. افوار دو مال يجد صعوبه في، وده بيجي وراها مصدر ف، يبقى انا اجد صعوبه في النوم، جي مال دومي دو لا شانس محظوظ، افوار مال شانس لديه سوء حظ، افوار بزواندو يحتاج الى، افوار انفويدو يعني يرغب فيه، افوار طور مخطئ، افوار ريزون محق. يبقى استخدامات كلمة افوار ماشية معايا زي ما انتم شايفين اهو، احنا بناخد دلوقتي في الورقة 12، تعال نخش على الورقة 13 نشوف هنعمل فيها ايه. الورقة 13 بيقول للأمر إن جال في الامتحان يجي بشكله عامل ازاي؟ الأمر معروف إن هو يا إما مع التو يا إما مع النو يا إما مع الفو. وكنا بنحذف حرف إس مع التو في أفعال ها المجموعة الأولى وأي فعل يصرف مثل الأولى. حلو، أنت عايز توصل لإيه في الحتة دي؟ أنا عايز أقول إن الفعل ذو ضميرين زي سو لافي، اما صرفه مع التو والنو والفو، ادي تو ها وادي نو وادي فو وادي لاف اخرها او اس ولاف اخرها او ناس ولاف اخرها او زد، اشيل التو والنو والفو واشيل الاس، بحذف الاس عشان ده فعل مجموعون. الشكل ده بيبقى كما هو في النفي، يبقى انا حطيت ني وبا يبقى الشكل ما اتغيرش، اخد القطعتين دول تحطهم جوه، يبقى تو لاف نو لافو فو لافي، ما خسرناش حاجه لا، يبقى الفعل ذو ضميرين في النفي زي ما انت شايف. امال في الاثبات
قال لك لازم اعمل مقص بالاثنين ليف توا، التو تحولت لتوا، لافون نو، لافي فو. انت عايز تقول ايه تاني في الامر؟ احنا قلنا الفعل ذو ضمرين بعمل مقص في حاله الاثبات وما بعملش حاجه في حاله النفي، حطها بين الفعل بين الني والبا. قال لك ان حرف الاس ان انت شلته يرجع لافعال المجموعه الاولى في حاله الضمير الشخصي جريج والضمير الشخصي اون. عايز اقول لك اذهب الى الاسكندريه. أليكس، أخد فا ولا في أس ولا ألي؟ قال لك ده أمر مثبت يبقى أخد فا الأولانية، مصرف مع التو مفيش أس يبقى أخد فا. اذهب إلى الإسكندرية. طب لو قلت لك نفس المثال وقلت لك إليها ست التي هذا الصيف، عايز اقول لك روح لها او اذهب اليها هذا الصيف، وجاب لك فا وجاب لك فا وجاب لك الير مصدر. في الحاله دي هاخد اللي فيها اس. اشمعنى؟ برجع ها حرف الاس افعال المجموعه الاولى مع اللي جريج والان، يبقى رجعت الاس غصب عني. ده مثال على يذهب وهكذا. طيب خلي بال ان الاحترام والجمع مع الفو، يبقى ما اقول لك مون بير ابي فوتر شامبر او فوتر مثلا ساك، وكاتب لك بريند امر مع التي وبرن امر مع الفو، يبقى ابي خذ حقيبتك يبقى خد اللي اخرها اوزل. يبقى الفعل ذو ضميرين اركز فيه النفي، امتى احذف حرف الاس مع كله، امتى ارجع حرف الاس مع الجريج والان، لما اكون بامر اكتر من شخص باخد مع الفو. ده الامر. تعال نشوف هنعمل ايه في اللي جاي. نخش على صفحه 14. في صفحه 14 بدي اللي بيقول لي انت عندك حاجه اسمها المستقبل القريب الفتير ها بوش، وعندك حاجة اسمها الماضي المركب لو باسي كومبوزي، وعندك حاجة اسمها الماضي الحديث لو باسي ريسنت، وعندك حاجة تصريف الأفعال أو زمن المضارع لو بيغزون. أفرق بين دول إزاي في الحاجات اللي بتدل على كل زمن؟ قال لك بالراحة شوية كده واكتب وراي. المستقبل اللي هو تصريف فيرب ألير زائد المصدر، الكلمات اللي بتدل عليه كلمة دماء، كلمة أبغي دماء، كلمة بورشا، كلمة سوسوا، كلمة دون زائد فترة زمنية، وكلمة بليوتار فيما بعد. ركز كويس الله يرضى عليك عشان دايما تيجي في اختيارات. دومان غدا، ابري دومان بعد غد، بروشان يعني القادم او الاتي، سوسوا هذا المساء، دوم معناها خلال، بلوتارد فيما بعد. لما اقول لك نوت جوفا انا سوف فواياجي اسافر، وحاطط لك كلمة سوسوار او دوما، وحاطط لك كلمة اير امس، وحاطط لك كلمة اليا، وحاطط لك كلمة ديبوي. ديبوي ده هي معناها منذ بس بتاعت مضارع، هنخدها في الكلمات كلها. اليا بتاعت ماضي، دو اير بتاعت ماضي، ودومان بتاعت مستقبل معناها غدا بتاعت مستقبل اخد.
يبقى الكلمات الدالة على الأزمنة مهمة جدا. نرجع تاني للحتة اللي احنا كنا فيها، يبقى الزمن المستقبل الأولاني معاه كلمة اللير اللي هو تصريف اللير زائد المصدر معاه شوية الحاجات ده اهو. تعال نشوفه في صفحة 15 هناخد ايه. صفحة 15 بعدين اللي بيقول لي انت قلت لي طب الماضي الحديث الكلمة اللي بتدل عليها كلمة اسمها اليا زائد فترة زمنية بسيطة. الماضي المركب، طب الماضي الحديث كان تكون ايه؟ تصريف فعل فينير ها زائد دو زائد المصدر. طب الماضي المركب تصريف اتر او افوار زائد اسم المفعول. الكلمات اللي بتدل عليه كلمة أيير أمس، أفون طيير أول أمس، ركز الأرض على والديه، كلمة بصي وكلمة دورنير وكلمة ديجا، دي كلمات كلها بتدل على زمن الماضي. أمس أول أمس الاتنين دول معناهم الماضي أو السابق، ديجا معناها سابق. هات لي مثال كده عشان افهم الحته اللي فاتت دي. اقول لك مثلا منذ ان ايغ ساعه جو فيان دو لير، انا تو قرات تروا جور ثلاثه ايام جو سوي قال لي أليكس نوت جو أمانج أو ريسترون، ركز في الأمثلة. نوت جو فيان دو لير. عايزين نحط شوية حاجات، ان جابها لك اختيارات مثلا بيقول لك جوفيان دولير، انا تو قرات، انا كتبتها في الاول وفي الاخر معلش ناخدت الاولانيه وخلاص. هكتب منذ ساعه، طب كلمه منذ ايه الكلمه اللي بتدل على زمن الماضي؟ قال لك اليا، لما يجي وراها فتره زمنيه قصيره وهي الوحيده اللي بتدل على زمن الماضي الحديث. طب ثلاثه ايام انا ذهبت الاسكندريه برضو هاخد منذ، اشمعنى مسيو؟ لان دي بيجي وراها فتره زمنيه قصيره ودي بيجي وراها فتره زمنيه طويله، نسيت احطها لك هنا، احط لك الياء لما يجي وراها فتره زمنيه طويله، يبقى من الكلمات الداله على زمن الماضي المركب. يبقى هنا الياء منذ ساعه خدنا ماضي حديث، منذ ثلاثة ايام خدنا ماضي مركب. طب اعرف الفتره الزمنيه القصيره من الفتره الزمنيه الطويله ازاي؟ منذ ساعه، منذ خمس دقائق، منذ عشر دقائق، دي فتره زمنيه قصيره. منذ يوم واكثر بقى دي فتره زمنيه طويله. جو أمونج، أنا أكلت في المطعم، يبقى ممكن أحط غدا ولا أمس؟ قال لك حط كلمة أيير أمس أو أي كلمة من كلمات الدالة على زمن الماضي المركب. طب ما تديني نبذة عن الماضي المركب كده، تعال ناخد الماضي المركب كده نبذة عنه في صفحة 16. قال لك إن الماضي المركب بيعتمد على تصريف أتر ويعتمد على تصريف أفوار وبيجي معاهم حاجة اسمها اسم المفعول وحاجة اسمها تبعية. ناخدها بالطول كده. التبعية بتيجي مع أفعال أتر. أولاً أهو التبعية مع المفرد المؤنث بتاخد أو، يعني منى لعبت مش لعبة. جمع المذكر بياخد أس. جمع المؤنث بياخد أو أس، والمفرد المذكر ملوش. اسم مفعول هناخده بالتفصيل. أفعال اللي تيجي مع أتر، قال لك الافعال ال 14 والفعل ذو ضميري. ايه هم بقى الافعال ال 14 اللي بتيجي مع اتر دول؟ قال لك الافعال اللي بتيجي مع اتر افوار بتاخد باقي الافعال. طب نشوف الافعال اللي بتيجي مع اتر. قال لك دكتور ذهب يولد سيده، يبقى ذهب. وصل الى السيده، ارفي. صعد السلم، مونتي. دخل المنزل، انتري. ارتاح قليلا، ريستير.
يولد، او الواد كان عايز يولد، يولد ولد السيدة نتخ. وقال انه سيعود ريتورني، وسيمر بص، وسيأتي فينير مرة اخرى. فرحل بارتي، نزل السلم دي صندوق، وفي الطريق سيارة صدمته، سقط مات. يبقى توم ب موري، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، دول 13، احنا عايزين 14. دكتور دعتور ذهب يا ولد سيدة، خرج من منزله، ناخد كلمة يخرج. يبقى انا عندي يذهب، الدكتور ذهب، خرج من منزله يخرج، وصل إلى السيدة يصل، صعد السلم يصعد، دخل المنزل يدخل، ارتاح قليلا، المشوار كان طويل، يرتاح. يولد الولد جه على خير، وما قالش ربنا، ما قالش إن شاء الله، فعشان كده قال يعود، أنه سيعود، أدي يعود، وسيمر، أدي يمر، وسيأتي، أدي يأتي مرة أخرى. فرحل، أدي يرحل، نزل السلم، أدي ينزل، وفي الطريق سيارة صدمته، عشان ما قالش إن شاء الله، أدي يسقط ويموت. دول الأفعال اللي بتيجي مع أتر. المشتقات منهم رينتري، ريفيني، دي بصي. دول أفعال كمان هنزودها على أفعال الـ 14 تبقى تبع أتر. قال لك إن التبعية ممكن أن تأتي مع أبواب، مع كلمة كل وكل وكل وكومبياندو، دي بتاخد أس، ودي بتاخد أو، ودي بتاخد أو أس، ودي بتاخد يا إما أس يا إما أو أس بشروط. رقم واحد، أن تأتي أداة الاستفهام في بداية السؤال. اتنين، ألا تسبق بحرف جر. تلاتة، أن تسأل على مفعول وليس فاعل. من ضمن الحاجات اللي عندنا كمان الإل أبوستروف بتاخد تبعية أو، ده الضمائر الشخصية، والإل أو أس بتاخد تبعية أس أو أو أس برضه في الضمائر الشخصية. ناخد عليها أمثلة في الصفحة اللي جاية، نشوف هنعمل معاها إيه. أنا شرحت في حصة المراجعة إزاي تجيب اسم المفعول في الماضي المركب، راجع معايا حصة المراجعة كويس جدا عشان ناخد الأمثلة اللي إحنا عايزين نقولها دلوقتي. لما أقول لك منى أليكس، قال لي على الأو أكسون وتبعية أو، فياج، وقال لك منى نفس المثال ايه اليكس، قال لك قال لي نفس المثال واخد فياج. اول ما عينك تبص على الامثله دي تبص ان كلمه افار ولا ات، قال لك ده افار، يبقى منى ما تاخدش تبعيه، يبقى منى ما تاخدش تبعيه الا مع فعل ات، يبقى افعال افوار لا تاخذ تبعيه. طب الليير من افعال 14 ياخد اتر ما ياخدش افوار، والله تاخد اتر، فياجي تاخد افوار، اخدها واتاكد ان ما فيهاش تبعيه كمان. طب منى ايه؟ يبقى فعل اتر، يبقى فياج مش من افعال 14 مش هاخدها. عندك حاجه اخرها او على اكسون، وحاجه اخرها او على اكسون وتبعيه او، يبقى اخد منى او على اكسون وتبعيه او. طب لما يقول لك روب تي بوت، ركز كده، في تبعيه ولا لا؟ اخد كل ولا كل ولا كل بتاعت الجمع؟ قال لك يا عم رايح دماغك، انت بتقول فستان مفرد مؤنث اخد كل، بس انت هتشك ان انت حطيت له تبعيه ليه؟ قال لك لان كل ليه بتاخد تبعيه غصب عن افوار حسب ما بعدها، يبقى الفستان مفرد مؤنث خدنا تبعيه او. طب تعالى قول لي تاني، انا هاخد تجمع،
كروب طيار نفس المثال، وحاطط كلمة بغت تلبس، بغتي آخرها هو أس، بورتي آخرها أس. قال لك ركز يا عم، كل في بداية السؤال. قال لا تسبق بحرف جر، أن تسأل على مفعول أي فستان تلبس، هتقول له أنا ألبس الفستان الأحمر. يبقى كلمة كل في بداية السؤال مع أفوار بتكسر قاعدة أفوار، بتخليها تاخد تبعية غصب عن أفوار وأس عشان ده هي جمع. لما يقول لك منى جيل أنا فو رأيت ولا رأيتها ولا رأيتهم إلى ما لا نهاية. قال لك الإلا أبوستروف بتاخد تبعية غصب عن أفوار طالما عايدة على مؤنث، يبقى خد أو. طب لو جابها لي مذكر علي جيلي فو علي مفرد مذكر ما خدش تبعيات. يا مسيو انت قايل الا ابوستروف لازم تكون عايده على مؤنث. طب هات المثال لزميل اصدقاء جيلي انفيتي، انفيتي اخرها وعلى اقصون واس، انفيتي اخرها وعلى اقصون واس. الاصدقاء انا دعوتهم، ال ال او اس تكسر قاعدة افوار، لابد ان افوار هنا تاخد تبعية غصب عن افوار، يبقى ال ال او اس هي اللي خلتها تاخد تبعية غصب عن افوار. نكمل يلا نشوفه هنعمل ايه في اللي جاي. صفحة 18 نشوف هنكتب ايه في صفحة 18 كده. قال لي انت هتخش لي دلوقتي على الضمائر الشخصية. الضمائر الشخصية اولا فيها لو ولا والا ابوستروف وال او اس، دول معناهم حرف اله بمشتقاتها، والال ابوستروف بتاخد تبعية او، والال او اس بتاخد تبعية اس او اس في الماضي المركب مع فيرب افوار غصب عن افوار. لما اقول لك مي زامي اصدقائي وجاب لك فصلة وقال لك جي نقط ام انا احبهم هه مي مباشر، يبقى من لما تترجم اي حاجه تلاقيها بتديك ه ميم او ها اخد ليه. اما اقول لك منى جو فيزيت انا زرتها، خدنا تبعيه غصب عن افوار، ومنى بتساوي الضمير الا اصرف عشان خاطر الفعل مبدوء بحرف متحرك. لما اقول لك لوكير القاهره جو نقط فيزيت انا زرتها، القاهرة مذكر اخد له حتى المكان يا مسيو، اخد له حتى المكان ياخد له. ايه كمان بص كده معايا في اللي جاي، انت عندك حاجة اسمها الوي ولير بيحل محل عاقل، شوف عاقل اهو مسبوق بحرف جر بمشتقاته، معناها إليه فيه عليه به له عنده. هم أقول لك منى جو دهيل المفرد ودهيل الجمع، جو نوت ريند فيزيت أرد الزيارة إليها أخذ لوي. هم أقول لك أصدقائي mes amis je les poste انا ارسلت اليهم اخد لير، يبقى دي بتاعت ايه عاقل زيها بالظبط لجريج، معناها اليه فيه عليه به له عنده لغير العاقل او المكان، تحل محل اي غير عاقل مسبوق بكل حروف الجر عدا دوب مشتقاتها. لما اقول لك لوكير القاهره جو ترافاي انا اعمل فيها اخد جريك. اما اقول لك حجينا في الامتحان حته من اللي جايه ده، هي بيقول لك جو
بس شو علي، انا مريت عند علي وقال لك جي نقط بس عند علي ده مكان، اوعى تقول عنده، عند علي ده مكان. لما يجي لك كده اهو يبقى انا رحت له اليه، الى المكان اللي فيه علي. نفس القصة لو اقول لك جي فا، انا ذهبت. شو لو دكتور، عند الدكتور. هقول لك جي يا في، انا ذهبت اليه او عنده في المكان بتاعه. نكمل صفحة 19 نشوف عايز ايه. لجريج ترجع حرف اس، صفحة 19 لجريج ترجع حرف اس مع الامر المثبت في افعال الاولى واي فعل يصرف مثلها. ركز في المثال اللي حدهولك ده كده. لما اقول لك لوكير القاهرة، جو نقط يا، عايز اقول لك القاهرة اذهب اليها، وجاب لك في الاختيارات فا، وجاب لك في ار اس، وجاب لك مثلا الير، وجاب لك مثلا فونت، اي اختيارات. امر مثبت فعل مجموعة اولى، لازم ارجع حرف الاس الافعال المجموعة الاولى، يبقى اصلا هاخد التانية عشان وجود اجريك. قال لك في ضمير شخصي كمان اسمه ان، معناه منه او عنه، بيحل محل اي كلمة اولا كده مسبوقة بدو. بيحل محل العدد زي 500 300، بيحل محل النكرة، هاخد من نكرة ان وان. بيحل محل التجزئة، هاخد دو دولا دي الا بصرف ودي. بيحل محل الكميات زي كلمة بيكو بو، السي كثير قليل الى حد ما. لو قال لك مثلا لي في غويل فاكهة، جو نوت اشت اشتريت 3 كيلو، دي كمية تثبت في الاخر. يبقى الفاكهة انا اشتريت منها 3 كيلو، يبقى منه او عنه اخد ان. لو قال لك لوكير القاهرة، جو فيان انا جيت منها، وقابلك في الاختيارات اون، وقابلك مثلا لا، وقابلك مثلا لوي، وقابلك مثلا اي حاجة، يبقى انا جيت منها اخد اون. نشوف الملحوظة في صفحة 19 هنكملها ازاي. 20 في صفحة 20 قالك بين الجريج والا ما فيش غير ضمير شخص واحد بيتحط اللي هو اون. لما اقول لك لي فروي الفاكهة، اليا بيكو يوجد منها الكثير، وحاطط لك نقط. ما تلاقي الشكل ده احط اون. برضو انا عندي الالعاب الرياضية، لما اقول لك لو فوت كرة القدم جويه، لو فوت جو في، لو فوت جو براتيك. ايه الفرق بين التلاتة؟ فرق بسيط جدا. قال لك ان فيرب جويه بياخد ا و و لا و الا بصرف و، واللي ياخد ده هو ياخد جريج. فعل فير بياخد دو بمشتقاتها، دولا ديو لا بصرف ودي، واللي ياخد ده هو ياخد ان. فعل براتيك او فعل براتيكي وبقية الافعال زي امي يحب وادوية يعشق وهكذا بتاخد ادوات معرفة اللي هي لو ولا والا بصرف والا وس مع الالعاب الرياضية. يبقى كلامنا كله مع الالعاب الرياضية بياخد الحاجات دي. يبقى وانا مغمض لما تلاقي جويه فعل جويه موجود ومعاه لعبة رياضية يبقى اخد جريك اهو.
فعل فير يبقى اخد اون اهو. فعل بعطيك مع كرة القدم اخد لو. خلصنا من الحتة دي؟ تمام. عندك حالات النفي اللي هركز عليها المعاني بتاعت حالات النفي. كلمة انكو معناها ما زال، نفيها نيبلو لم يعد. اما اقول لك سامي فا انكو ما زال يذهب اولسي الى المدرسة الثانوية، انف يا باشا. هقول لك سامي ني فا بلو لم يعد يذهب، يبقى شلنا انكو وحطينا بلو اولسي. عندي كلمة زي كلمة كي وكل كان. كي معناها من، وكل كان شخص ما، نفيها بيرسون. ني وني بيرسون الاثنين في كلا الحالتين لا أحد. هنا ملحوظة، تعال نكتبها في صفحة 21 ونشوف هنشتغلها ازاي. إن كلمة بيرسون الوحيدة التي تستطيع أن تنفي أكثر من فاعل وحرف جر. هما أقول لك أوكي في القاهرة، ركز في الجملة دي كويس جدا. جوني آ فو، إيه الفرق بينها وبين أوكير في القاهرة؟ جيني آ فو والنقط بعدها. قال لك في الأولانية ما ينفعش أحط بيرسون، لأن بيرسون تقدر تنفي أكتر من فعل. أما اللي بينفي فعل واحد ممكن أقول له أنا لا أشاهد فيها شيء، أنا في القاهرة ما شفتش فيها حاجة. القاهرة أنا لم أرى فيها أحد، يبقى أخد بيرسون. يبقى بيرسون تقدر تحل محل أكتر من كلمة وحرف جر. أما أقول لك مثلا إلى من تي بوست أنت أرسلت، هتقول لي جي ني بوست أنا لم أرسل، خد حرف الجر بيرسون. جاب لك آ ودو وبو وصون، أي حروف جر حرف الجر اللي جاي أهو هو اللي أنت هتاخده. إلى من أرسلت؟ قال له أنا لم أرسل إلى أحد. طيب كلمة سوفون توجو بارفوا توتفوا كالك فوا ومعاهم كونت، دول شل على بعض كده، غالبا دائما احيانا متى. كل دول من اما تشوفهم في الجملة اعرف ان فيها ني جامي، لا ابدا. لما واحد يقول لك كون متى تيصو انت تخرج، هتقول له جو ني صو جامي، انا لم اخرج ابدا او لا اخرج ابدا، عشان كون دخلنا جامي. اقول لك الجوي ويلعب تجوغ دائما الارو او دلارو، مش فارقه. واحد بيلعب دايما في الشارع هقول له ال ني، وشلنا كلمة تجو وحطينا كلمة جامي الارو، محدش او معادش بيلعب ابدا في الشارع. نكمل حالات النفي ونشوف هناخد ملحوظات بعد كده على ايه. في 22 في صفحة 22 هنحط كلمة كلك شو كو كوا كاسك، وكاسك اللي آخرها إي. كل ده نفي حاجة واحدة، طب معنيهم إيه؟ شيء ما، ماذا، 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 من لغير العاقل. نفيها ني غريان لا شيء، أو ريان ني لا شيء. لما اقول لك كو فيتي ماذا تفعل انت،
هتقول لي جونيفر يا انا لا افعل شيء، يبقى كوم عريان. لما اقول لك اكوا في ماذا تو بونس، انت تفكر، هتقول لي جو نو بونس انا لا افكر اريان في شيء. خدنا حرف الجر مع حرف الجر وريان مع كوا، كده النفي. لابد ان يجيني شويه حاجات جدا حلوه كويسه جدا في العدد الترتيبي. العدد الترتيبي هو اي كلمه بتنتهي بالمقطع يم، ما عدا كلمه بريمير ودونير، الاول والاخير. العدد الترتيبي لابد من وضع حرف جر قبله او معرفه حسب ما بعده، وليس هناك الا بالصف. بمعنى جو فيزيت انا زرت، لو مثلا كاتريم رابع بليس ميدان، نفس الجملة جو فيزيت انا زرت كاتريم رابع استاد، الاستاد الرابع والميدان الرابع. انا زرت الميدان الرابع، ده مكان مؤنث، يبقى لازم احط هنا اداة معرفة اللي هي لا، عشان ده مؤنث. جو فيزيت انا زرت كاتريم استاد، الاستاد الرابع اخد له عشان الاستاد مذكر. طب لو قال لك جوفا انا ذهبت، او دوزيم لوسي انا ذهبت الى المدرسه الثانيه، الى عايز حرف جر. طب المدرسه دي مذكر، قال لك خدناه او. طب لو شالها لي وحط كلمه ايكول، دي ما بتتغيرش، يبقى هاخد الا حته كمان. اما اقول لك علي يكون لو ويتيم الثامن دولسي على المدرسة، أو دو كلاس دولا كلاس عن الفصل. ويتيم مبدوء بحرف أش، سواء العدد الترتيبي مبدوء بحرف ساكن أو حرف متحرك أخذ له حسب ما بعده. هنا التلميذ الثامن أو علي ده مذكر، أخذ له عشان مذكر، وده ما بتأثرش، يبقى العدد الترتيبي لا يتأثر بمبدوء بمتحرك أو ساكن. نكمل صفحة 23. المقارنة بتكون مقارنة اسم أو صفة أو فعل، دي المقارنة، يا اسم يا صفة يا فعل. اسم هاخد اللي فيها دو وراها كو، بلو موا اوتون، اكثر اقل مساو. صفه هتبقى بلو بس مفيش دو، موان بس اوسي مكان اوتون، اكثر اقل مساو. بلو كو موان كو اوتون كو، ودي إذا لم نجد كو في الجملة. أما أقول لك علي يكون نقط فور كو سامي، علي أكثر قوة عن سامي. علي لي قرأ ليف كتب كو سامي، علي مونج سامي. عايز اكثر في الثلاث حاجات، قال لك بسهوله خالص، انت الاولانيه فيها صفه هتنريح كده، اهوت جايب اللي فيها صفه واخد كلمه بلو الساده اللي من غير دو، يبقى اخد بلو. كلمه ليف كتب اسم، هدور على الاسم، قال لك خد اللي فيها دو، اهو بقت بلو دو. الأخيرة مفيش كو في الجملة، إذا لم نجد كو في الجملة آخد اللي فيها كو، يبقى بلو كو.
ريح نفسك. ايه تاني؟ قال لك احنا ممكن يجينا في الامتحان الكميات زي كلمة بيكو بو السي بلين طوب كيلو جرام والعلب والى ما لا نهايه. كل ده اهو بيجي ورايا اما دي او يا دي ابوستروف زائد اسم جمع او كميه لا تعد، كثير قليل الى حد ما مليء كثير كيلو جرام علبه والى ما لا نهايه. يبقى علي ليه قرأ بيكو كثير ليفغ من الكتب؟ جاشت انا اشتريت ان كيلو دو مثلا اي حاجة دو بوم من التفاح. دي كلمات جمع، خلي بالك انا ماليش دعوه بيها، انا ليه دعوه بكلمه بيكو وكلمه كيلو. كلمه بيكو واخواتها بيجوا وراها يا اما دي او يا دي ابوستروف، وكلمه كيلو بيجوا وراها دي او او دي ابوستروف. نخش على صفحه 24، ركز في الحته اللي جايه ديت على الايه وسائل المواصلات وهيخدعني. بتاخد اون وبتاخد وبتاخد بار وبتاخد دوم بس وراها اداه، ولا تأخذ إلا معرفة مع أفعال زي مثلا يأخذ بروندر يستخدم أوتوليزي إلى ما لا نهاية. أوعى يخدعني فيها ويقول لك جو فواياج أنا أسافر ترين، أنا أسافر ب جو فواياج لو ترين جو بغند مترو. ايه دول؟ اسافر القطار بركب فيه اخد ان، القدم عليها باخد القطار بالقطار يا اما اخد بار يا اما اخد ضن، الاثنين صح. أسافر بالقطار يا أسافر في القطار، أنا أخذ القطار أخذ له. ده يجرنا إن فيه شوية حروف جر زي زي صون زي بو زي دو بيبقى وراهم فعل في المصدر، إلى أو في بدون لكي من أو عن بيجي وراهم الفعل في المصدر. يبقى بقول لك جو فواياج انا اسافر نقط فوار سامي، سافرت لكي ارى سامي اخد كلمه بو. يبقى اللي بيجي وراه الفعل في المصدر احنا قلناه. عندي في الاجابات هتلاقي في سؤال اسمه بوركوا لماذا، ركز الله يرضى عليك. الاجابه عليه بكلمه كار وبار سكو، الاتنين دول معناهم لأن، بيجي وراهم جملة كاملة فاعل وفعل ومفعول. يبقى السؤال لو قال لك بوركوا لماذا تو سو أنت تخرج، هتحط نقط؟ قال له جو فو ألير أوكلوب، وجاب لك اختيارات بو سون كار اكوز دو. لماذا انت تخرج؟ قال له انا اريد الذهاب الى النادي، بل لكي بدون لان، لان جاء وراها جمله كامله اخدها. نكمل بيت الملحوظه دي في 25. قال لك في كلمه اسمها اكوز دو وجراس أكوز دو معناها بسبب وجراس معناها بفضل. دي بيجي وراها جملة بدون فعل سبب سلبي، نفس القصة جملة بدون فعل
سبب إيجاب. لما يقول لك بوركوا لماذا توفا أنت ذهبت على بوتال إلى المستشفى مثلا، هقول له نوت جو سوي مالات، هقول له نوت ما مالادي، هقول له نوت فوا لو ميديسان. احل دي ازاي؟ لماذا ذهبت الى المستشفى؟ قال له جو سوي مرض لانني مريض، دي جمله كامله، اخد بارسكو لان او كار لان، الاثنين صح. ما مرضي مرضي يبقى لازم اروح لحاجه وحشه، اكوز دو جا وراها جمله بدون فعل او اسم بدون ما يكون في الجمله فعل، يبقى احط هنا اكوز دو بسبب مرضي. طب لو جالك مصدر يبقى هاخد بور لكي عشان هي اللي بيجي وراها الفعل في المصدر. عندك في ادوات الاستفهام هنركز على اين ومتى، كوند متى، اكلير في اي ساعه، دي بالمعاني. ساعات بيجيب لي اوست اوف اين يوجد، بيجي وراها مفرد، واوست اوفون أين يوجد بيجي وراها جمع، الاثنين معناهم أين يوجد. لما أقول لك أو وحاطط لو كلوب يبقى أين، وهنا نقط للنادي، يبقى آخد سطروف الأولانية، يبقى أين سطروف اللي هي بتاعت المفرد. طب لو قال لي أو سطروف لو كلوب النادي إيه لو استاد والاستاد، يبقى اخد اوست اوفي التانية. نفس القصة كلمة كومبيان، دو بيجي وراها اسم جمع. اما اقول لك جيلي انا قرأت تروالي في ثلاث كتب، يبقى هقول له كومبيان كم من الكتب، كومبيان دو ليفر تيلي انت قرأت. كومبيان ساعات بيجي معاها كلمة كوت للمفرد كم ثمن، وكلمة كوتون للجمع كم ثمن، دي بتاعت مفرد ودي بتاعت جمع، نكمل في صفحة 26. يبقى ما اقول لك ستروب هذا الفستان كوت ثمنه 50 ال او، هقول له كومبيان كوت كم ثمن ستروب هذا الفستان، حطينا بتاعت المفرد. طب لو قال لي سيروب هذه الفساتين كوتون تكلفتها 500 مثلا ال او جنيه مصري، هقول لكم بيان كوتون وأكمل سي روب هذه الفساتين. ممكن أستغنى عنهم خالص وأحط صافي كومبيان أو سي إيه كومبيان، الاتنين دول معناهم بكم، بيسألوا عن أي حاجة مفرد وجمع. طيب أدي بالنسبة لكلمة كومبيان، هيقابلنا في الامتحان سا تي، هنا احطها كده اهو، سا تي او فو دي ايناسبك، يا اما سا ني تي دي ريان، ركز عليه، الاولاني يناسبك والثانيه لا يناسبك، هذا لا يناسبك. بالنسبه لهذا انت عندك كلمه سا وكلمه كي وكلمه اون، الثلاثه دول بيساووا الضمير اللي في التصريف. أركز بقى في شغل كلته على إزاي نفكر الناس دي لو حب يحط لنا امتحان يجيبوا فيه إيه. هيحط لك مثلا 11 نقطة قواعد، هيجيب لك واحدة على النفي، المركب، الحديث، الماضي البسيط أو المستمر،
الماضي الحديث اللي هو ايه؟ الماضي الحديث المستقبل القريب، 1 2 3 4 5 او 4، واحدة على المقارنة، واحدة على التصريف، ادي كده 6، واحدة على النفي قلناها في الاول، يبقى ناخد واحدة مثلا على حروف الجر، واحدة على دوائر الاستفهام، واحدة على المذكر والمؤنث، واحدة على 1 2 3 4 5 6 7 8 9، فاضل لنا 2. يجيب لنا ايه تاني؟ ممكن يجي لنا على التبعية وعلى سي بتاعة السؤال المثبت والمنفي. تعال نشوف نموذج كده، بس قبل ما اخش على النموذج نفتكر كلمة سي دي كانت بتاعت ايه؟ يلا نخش في صفحة 27. قال لك السؤال المنفي الإجابة عليه بتكون بكلمة سي أو كلمة نو. السؤال المثبت الإجابة عليه بكلمة وي أو كلمة نو. هذا الفرق بين الاثنين. السؤال المنفي أخد سي نفس الجملة مثبتة أو نفس المعنى، نفس الجملة منفية أو عكس المعنى، دي نفس المعنى ودي عكس المعنى. بمعنى أما أقول لك تي ني صوغ با أنت لن تخرج، هتقول لي سي يا إما نو. سي هقول لك جي سو نفس الجملة مثبتة أنا أخرج، يا نفس المعنى جو فيزيت علي أنا أزور علي كده هخرج برضه، نفس الجملة منفية أخد نو يبقى جي ني سو با أنا لن أخرج، أو نفس المعنى هقول له جي تيدي أنا أذاكر يبقى برضه مش هخرج، وهكذا. السؤال المثبت ده سهل. تعال نشوفوا لو حب الناس اللي بيحطوا الامتحان يفكرونا هيجوا لنا إيه. لو انت مثلا بتتخيل دلوقتي ان جمل القواعد اللي هتجيلك في الامتحان، واحد عايزين جملة على النفي، كيل كان الريفي، قال له نقط الريفي وجاب لك اختيارات بيرسون بيرسون ني ريان بلو، من وصل؟ حاول تقول له ما حدش وصل، بيرسون بس ولا بيرسون وراهني؟ قال لك بيرسون طالما جت في الاول اخد وراهني. ادي واحده على النفي. افرض حب يجيب لي على الماضي المركب، هيجيب لي مثلا ميزامي اصدقائي سون شي علي، يجيب لك بس اخرها هو على اكسون، بس اخرها هو على اكسون واس، بس اخرها على اكسون واس، وجيب لك مصدر. يا اما يجيبها بالشكل اللي فيه نقط جو سويزا اللي انا ذهبت اليكس، يجيبها لك اييغ امس، دومان غدا، ديبوي منذ بتاعت المضارع، اوجوردوي اليوم بتاعت المضارع. إذا جاب لك الفعل وعايز تبعيته يبقى الأصدقاء جمع مذكر، أشوف الفعل ده هو أتر ولا لا وآخد تبعية إس. إذا جاب لك جملة في الماضي المركب يبقى عايز الكلمة اللي بتدل على الماضي المركب، آخد كلمة أيغ الأولانية. يبقى ده لو حبينا نحط سؤالين كده في الامتحان، السؤال الأولاني عن النفي، السؤال الثاني على الماضي المركب، تعال نشوف الثالث على الماضي الحديث. طيب الياء توائي منذ 3 ساعات جو سوتي فا سوي ا فياندو، منذ 3 ساعات، ده السؤال الثالث مثلا ممكن يجي لنا في الامتحان، منذ 3 ساعات من لما تشوف اعرف انها زمن ماضي حديث، والماضي الحديث تصريف فعل فينير زائد دو زائد المصدر اهو. نشوف في صفحة 28 هناخد أسئلة عاملة ازاي. نجاب لي السؤال الرابع مثلا، حب يجيب لي حاجة على الماضي المستقبل القريب، نقط جو فا
جويه انا سوف العب دوما غدا اير امس اليا ديبوي يبقى انا سوف العب اخذ كلمه دون ممكن يجيبها بشكل تاني يجيب لك نوع يجيب لك جمله عاديه جو نوت مارشي يجيبها لك مصدر حط لك ات جي سوي افوار جي يجيب لك مثلا الير جوفا ويجيب لك التصريف بتاعها غلط ويجيب لك فياندو تصريفها صح قال لك اتر افوار لا ياتي بعدهم الفعل في المصدر تصريف الير مع جو في اي اس يبقى مفيش قدامي غير فينير دو حتى لو ما حددتش زمن الجمله عشان الناس بتقول لك الجمله دي بتدل على زمن ايه نشوف واحدة على المقارنة كده بيقول لي مثلا منى مونج سامي بلو بلودو بلوكو احنا اتفقنا مع بعض اذا لم نجد كو في الجملة اخد اللي فيها بلوكو نشوف الستة لو جاب لي جملة مثلا هيجيبها على تصريف الافعال يقول لك ميزة مي اصدقائي لوبوس تومبي مونتي مثلا بريني برين الطونت حط واحدة تصرفها ازاد وواحدة تصرفها اس واتنين ينفعوا يصعد الاتوبيس يركب في الاتوبيس ياخذ الاتوبيس يبخد ممكن يخدعني ويجيب لي في سؤال على الامر يقول لك ميزة مي اصدقائي وعمل فصلة لوبوس الاتوبيس جاب لك برن اخرها او زاد برن اخرها اتنين ان و ان تي برن اخرها او اس أصدقاء خذوا يبقى أمر مع الفو أخذ لآخرها أو زد. لو جاب لك جملة مثلا على حروف الجر أما أقول لك ست شميز هذا القميص يكون كوتون يكون مثلا أي حاجة إن شاء الله يكون مثلا إحنا عندنا إيه أبواه مثلا نقط هذا القميص يكون من القطن مادة خام أخذ أن يكون منقط أخذ أما أقول لك جو فواياج أنا أسافر الأقصر كير مثلا ناخده فرنس السودان المدينة بتاخد حرف الجر القاهرة والفيوم وسينا بياخدوا حرف الجر أو الدولة المؤنث بتاخد أن الدولة المذكر بتاخد او طب الدولة المؤنث المبدوء بحرف متحرك وليكن ايران اخد ان ادي شوية حروف جر على المدن والدول نكمل نشوف برضو لو حاب يجيب لي كمان سؤال في صفحة 29 هيكون عن ايه يجيب لك مثلا جملة على المذكر والمؤنث اما يقول لك مثلا اليه عندها دي طقوس مقلمات وحطت لك نقط وحطت لك نوار ونوار اخرها او اس ونوار اخرها او ونوار مثلا مصدر او مذكر يبقى هي عندها معلومات المعلومات لازم تكون عارف اذا كانت جمع مذكر ولا جمع مؤنث اهو ممكن يجيبها بصيغه ثانيه يقول لك ماكت ايه سوبر وحط لك صفه زي ده ويجيب لك اختيارات لو ولا لا ولا الا ابوستروف ولا الا اس ويسيبك مغدوع الماكيت مفرد مؤنث اخد لا ما انتش عارف اذا كانت مفرد مؤنث ولا مفرد مذكر خلاص ممكن يجي لك سؤال على صفات التوكيد والملكيه والضمائر الشخصيه اقول لك ميزا مي اصدقائي جي نوت فوا اباغي لو ال او اس لوي ولير
أصدقائي أنا رأيتهم في باريس، رأيتهم ولا رأيت إليهم؟ رأيتهم. ممكن أقول لك سي ما سي، إنها أختي. جود أنكدو. لو لا لوي لير. أختي، إنها أختي، أنا أعطيت إليها هدية، إليه وإليها أخذ لوي. ممكن يجي لي لو أو لا كمان الريف جي إم، أنا أحب ماشي، أنا أحب أن أمشي فيه. يحط لك أن، يحط جريج، يحط الوي، يحط لير، يبقى الريف أنا أحب أن أمشي فيه، مكان أخد جريج. ممكن من ضمن الحاجات اللي يجيبها لي برضه، سواء هو عايز يجيب مذكر او مؤنث او جمع او مفرد، يجيب زي ما هو عايز على حسب ما هو عايز. ممكن يجيب لي برضه حته بتاعت سي اللي هي بتاعت اداه الاستفهام او التبعي. ممكن يجيب لي مثلا تي ني فوا با علي، انت لم ترى علي، هقول له نقط. جي لوي بوست، انا ارسلت اليه ان مثلا لتر خطاب. يبقى سي ولا نو ولا وي ولا اي حاجة داكو. انت لم ترى علي، قال له انا ارسلت اليه خطاب، يبقى شفته ولا لا؟ لا. اخر حاجة ممكن يجيبها لي، يجيب لي حتة على التبعية بتاعت الماضي المركب. أما يقول لك لافيون، الطائرة، إيه الأقصر، الطائرة ذهبت إلى الأقصر، يحط لك اللي ولا اللو على أكسون وتبعية أو ولا اللير ولا فا وسن، فعلات تاخد تبعية. طب الطائرة أصلا مذكر ولا مؤنث؟ اكتب في دماغك ان الطائرة والمستشفى مذكرين، اخد الليل من غير تبعي. الحمد لله رب العالمين. كبسولة صغيرة كده قبل الامتحان تفكرك باحنا كنا بنشتغل في ايه طول السنة. ان شاء الله هصور لك الورق ده، هو هحوله PDF واخليه للي عايزه يستفاد منه. شرحه كله موجود، اكتب ورايا ما تسيبش كلمة. ان شاء الله تقفل امتحان الفرنساوي، اعتمد على درس الاكل كويس جدا ودرس الحيوانات كويس جدا، الاثنين دول في منتهى الاهميه، درس المأكولات ودرس الحيوانات. طبعا الرياضه لابد يجيب لي منها اثنين او ثلاثه في الامتحان، وسيله المواصلات اقصاها هيجيب لي حرف جر. يبقى انا ههتم بالثلاث دروس الاولين كويس جدا، الثلاث وحدات، وان شاء الله رب العالمين تفرحوني كلكم بالنتيجه، وتكون نتيجه كويسه جدا، وتكتبوا لي في التعليقات بعد النتيجة ما تبان ان احنا مسيو ربنا كرمنا، ساعتها بكون اسعد انسان في الدنيا. اشوفكم بخير يا رب، ما تخافوش من امتحان الفرنساوي، وركز كل ملحوظاته احنا قلناها. اشوفكم بخير يا رب، اذا كان في العمر بقية، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويا رب ما نضيع تعبنا طول السنة ولا تعبكم ولا تعب اولياء الامور. اشوفكم بخير يا رب، اذا كان في العمر بقية، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله.